التوعية والوقاية. والرسالة الأهم هي أن نهتم بصحتنا لأنها الكنز الأهم الذي نتمتع به في هذه الحياة. أنا سعيدة جدا باستضافة اليوم للدكتور أحمد محرم الاختصاصي في جراحة الكلى والمسالك البولية في المستشفى الكندي التخصصي في دبي. مع الدكتور أحمد اليوم سنفتح هذا الملف، ما هي المشاكل التي تنتج عن الحصى في الكلى؟ موضوع مهم، كتبتم طبعا الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، وطبعا سنطرحها خلال حلقة اليوم. تستطيعون أيضا الاتصال بكاتيا منذ الآن لترك أرقام هواتفكم على هذا الرقم. كاتيا ستعاود الاتصال بكم 00339693331. تستطيعون أيضا المشاركة في حلقة اليوم من خلال الكتابة إلينا على صفحة الفيسبوك، كما على رقم الواتساب التالي 00336072949. وتستطيعون طبعا إيجاد هذين الرقمين على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. أرحب بميكائيل كاتيا بدكتور أحمد محرم وبكم جميعا. أهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد. أهلا بيك سونيتا، تحياتي ليكي ولكل فريق العمل. شكرا، سعداء أن تكون معنا. وطبعا مشكلة الحصى في الكلى هي مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير، والأهم من ذلك أنها مشكلة مؤلمة، نشعر بألم كبير عندما نصاب بنوبة. ففي البداية نود أن نعيد التعريف بالحصى، ما هي هذه الحصى في الكلى؟ نسمع نوبات رمل، نوبات بحص، فيا ترى هذه الكلمات وهذه التسميات ما الذي تعنيه؟ تفضل. شوفي، الحصى في الكلى مع اختلاف مسمياتها حسب اللهجات هي عبارة عن ارتفاع نسبي لنسبة الأملاح في البول عن المية. البول عبارة عن مية وأملاح. نعم. أملاح دي نتيجة التمثيل الغذائي لأي أكل أو شرب إحنا بنأكله أو نشربه. لو ارتفعت نسبة الأملاح أو انخفضت نسبة المية بيبقى فيه فرصة إن الأملاح دي تلتصق ببعضها وتعمل حصوات. لو بنشوفها في تحليل البول فقط دي ممكن البعض بيسميها أملاح فقط أو زي رمل، لكن لو كبرت وبقى لها حجم نقدر نشوفه في الصورة في الأشعة الفوق الصوتية مثلا أو في الأشعة المقطعية، وقتها بيبقى اسمها الحصوة. نعم، إذن التسمية تتعلق بحجم التركيبة نفسها لهذه الذرات، فينا نقول هي نوع من الذرات. مظبوط، كلام مظبوط. نعم طبعا دكتور أحمد، سنتكلم أكثر عن المشاكل التي تنتج عن وجود حصى في الكلى، بماذا نشعر، ما هي العوارض، وطبعا سنتكلم بالضرورة عن العلاجات في مرحلة أخيرة في هذا الجزء الأول. ولكن الآن سننتقل إلى دراسة اليوم. الشفاء باللعب هي دراسة أمريكية، قطار ملاهي ديزني لاند يساعد على التخلص من الحصوات في الكلى. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر. توصل الأطباء إلى وسيلة جديدة غير تقليدية للتخلص من حصوات الكلى المؤلمة، إلا أن هذا الأمر قد يكلف المرضى رحلة إلى مدينة ألعاب والت ديزني، وذلك بحسب ما نشره الموقع العلمي لايف ساينس. إذ كشف دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ميتشيغان الأمريكية أن ركوب قطار ملاهي جبل الرعد الكبير داخل مدينة ديزني يساعد في التخلص من الحصوات الصغيرة ويسهل خروجها من الكلى، حيث لاحظ الباحثون القائمون على دراسة المنشورة في المجلة العلمية الأمريكية لمقومي العظام يدويا أن العديد من المرضى ذكروا أن حصى الكلى خرجت عقب ركوبهم قطار الملاهي في جبل الرعد الكبير في مدينة ألعاب والت ديزني. كما أخبر أحد المرضى الأطباء أنه تخلص من حصى الكلى بعد ركوبه قطار الملاهي في 3 جولات متتالية. ومن جانبه قال ديفيد وارتنجر أستاذ قسم المسالك البولية
البولية في كلية الطب التقويمي في جامعة ولاية ميشيغان والمشرف الأساسي على الدراسة. النتائج الأولية للتجربة والأدلة العلمية تؤكد أن ركوب قطار الملاهي متوسط السرعة والشدة قد يستفيد منه بعض المرضى المصابين بحصوات الكلى الصغيرة. وأضاف وارتجر أن ركوب قطار الملاهي بعد الخضوع للعلاج اللازم مثل تفتيت حصوات الكلى بالموجات الصادمة فوق الصوتية إلى أجزاء صغيرة قد يمنع زيادة حجم الحصى وبالتالي قد يجنب المشاكل الطبية المحتملة التي قد تحدث بعد ذلك. الصحة المستدامة سونيتا ناظر. إذن دكتور أحمد، هل من الممكن أن نتخلص من الحصى ونحن نلعب في مدينة والت ديزني؟ شوفي، الدراسة جميلة جدا وفكرتها حلوة، وأحب أضيف عليها نوفر شوية على الناس عشان مش يروحوا مخصوص والت ديزني. لا، فينا نلاقي قطار يشابه مثلا. لا في حاجة أسهل، مش قطار خالص. الحصوات اللي بنقرر ليها علاج تحفظي وليها فرصة إن هي تنزل، ممكن بكل بساطة مجرد إنه يشرب مية زيادة وينط حبل، مش لازم يروح والت ديزني. نعم، ينط حبل. أوكي، ينط حبل ده هايل. نعم. هل أنت تنصح بذلك أحيانا المرضى الذين يأتون إلى عيادتك؟ هي لازم شخصنة القرار. يعني لو مريض عنده حصوة إحنا شايفين إن هي علاجها تحفظي وليها فرصة إن هي تنزل، بنشجعه على السوائل كتير وبنشجعه على الحركة عموما. نعم، عشان الحصوة تنزل في القنوات البولية من الكلى لغاية المثانة لغاية بره، محتاجة إن الجسم يتحرك ومحتاجة دفعة من البول. دفعة البول دي بتيجي من السوائل، لو عمل الاثنين بتزيد فرصته طبعا مع العلاج ان هو ينزل الحصوة بدون ما يحتاج عمليات او تدخلات. نعم، إذن هذا ممكن، التخلص من الحصى عن طريق شرب المياه والحركة الزائدة أو النط على الحبلة كما ذكر دكتور أحمد. شكرا على هذا التعقيب. نعود إذن إلى المشاكل الصحية التي قد تنجم عن الحصى في الكلى. ما هي يا ترى هذه المشاكل؟ هل نستطيع أن نعددها لمستمعينا دكتور أحمد؟ في بعض الأعراض اللي بيحس بيها المريض زي المغص الكلوي، ده من أقوى الأوجاع اللي ممكن تيجي لأي مريض. ممكن يجي التهابات متكررة في البول، ممكن يجي دم في البول. الأهم من كده واللي يشغل الدكتور ويشغل